زمان عاشق تقديم الخدمات وحاول حل الأزمات لسه على فال فال بمقال كل الحلقات لسه على فال فال بمقال كل الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع السلام عليكم. مع السلامة، ما نبغى شيء اليوم. رد السلام الأول. أنت بالله تنعديك ما تجي إلا ونضبط الساعة على الأكل؟ ما يكفي اللي تقرعك اليوم؟ مريم، عيب هذا الكلام اللي تسويه، عيب؟ ما بزين؟ جمعة ولدي. نعم. تعال ولدي. يومي ليش هذا الكلام؟ هذه جمعة. يا الله، جمعة؟ فزعتيني بجمعة؟ طرزان زمانه. أنا وحدي ما عارفة، مو عارف بنكون في هذا الشبيه هذا، لكن مو أقول، ناس ما تحس، مو هذا أبو فيديله، مو جايب. هذا قطن وشاش وكروم وأيدين، تفضل يمكن عمي يحتاجهم حالش ولا شيء. هو هذا أبو فالح فيه بس تجيبه، لكن قال لك يوم جايب فيديله كيس فيه برتقال ولا تفاح ولا كيلو لحم، إلا ولا شوية مكسرات. أوه مريم، تراك من صحته. يا مع ولدي. نعم. سرح تغدى، تعال قعد. والله العظيم لا تزعل يا جمعة، أمي تعزك بس هي عصبية شوية. حد يزعل من أقول خالتي إيش رايك تأخذينك من الأغراض شوية، تراها تنفع. أقول جمعة كنك لقمة. أنا لا، بس أكلت البارحة، أكلت وبس جاي أطمن عليكم. بس لا لازم تأكل. رجال قالش وحلف انه ما يبغى يوكن، يعني لازم تغصبي. لازم. انا حلفت؟ انا والله ما حلفت، واحلف اني ما حلفت، واذا ما مصدقين حلفوني. معناته انك تقرع. مريم اقول لكم شيء يريحكم. مع السلامه. خفة وراحة جماعة. زين كذا؟ زين اللي سويتي عجبنك يعني الحين؟ ليش يا امي ليش تعملي كذا يا بنتي؟ علشان يحس.
علشان يعتمد على نفسه وعلشان يشاركنا شوية. ما بس كله ياكل 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 ونحن فاتحين فندق. أنا يا 100 مرة قايل لك إن الريال هني عايش معانا بفلوسه بفلوسه. ياخذهن ياخذ مزرعته، بس المهم إنه يبتعد عن بيتنا، ما يجينا إحنا. هذا رجال وله فقر، والفقر ما يجيب غير الفقر. أوين جايب قطن وجايب رباط؟ يا رب العالمين إن شاء الله يربطوك بهن يا ربي ويعلقوك من رجولك. تونتيلي متى بتجمع على هذه الحال؟ يلي ما في مرة نصفتني وفزت. يا فضيحتش يا سهام، يا فضيحتش قدام جيرانش وجاراتش وزميلاتش وزملائش وبعيداتش وقريباتش. سهام سهام فوز بالمرة القاتلة قاتلة. سكت حتى ما راي منطقها. نعم ما راي منطقها، من يوم ما تزوجنا إلا أنت مغلوب مغلوب. ناس والمثل يقول الصيد ما من صاده من راده. ومتى؟ يوم شيب الأغراض. ومتى إن شاء الله بيكون؟ يوم القيامة. يعني يا إنك فايز بأعمالك هذه يا إنك مغلوب بأعمالك السودة هذه. تعال 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 كل أنا مسخنة عتني الأكل مرتين. ما أريد الزهر إلا بعد ما خلص تماريني. يا سلامة عقلك هذه، يا سلامة عقلك. في حد يصير له اللي يصير لي أنا ويا ناس؟ في حد يصير له اللي يصير لي؟ أنا بجن بجن. ها ايش قلتي؟ نجوم السماء اقرب لك، انا لا يمكن اقبل بواحد مثلك انت. انت اكيد تمزحي. شوفي شوفي يا بنت خالي، احنا لازم نتزوج. نجوى جلسي انت جلسي، خلي السيف ياكل. كل كل يا ولد اختي كل. يا رب انت بعدك تاكله؟ لا هذا ما ينطاق يا ابوي. انا عارف اني ما انطاق، لكن فلوسي فلوسي. وبعدين إذا تزوجت أنا بكتب لك نص تربوتي، أنت النص وأنا النص. وأنت عارفة إن أبوي طمعان فيه، وعلى هذا الأساس قال لي أنت تزوج نجوى. قلت له أنا ما عندي مانع، وعشان كذا أنا لازم أتزوجك. حسن ألفاظك ولا توقلب الصينية فوق راسك. يعني ما في العائلة غني مثلك؟ لا يكون في علمك، في أحسن منك وواجد. وأنا قلت شيء يزعل؟ حاشاك يا ولدي حاشاك، أنت تقول شيء غلط؟ شفتي؟ شفتي أبوش؟ أبوش عمره ما يغلطني. مع فداك يا خالي؟ فداك أبوي فداك. كل كل عشان تسكت. ياه شي سد النفس. وينها زعلت؟ حد يشوفك وما يزعل؟ خالي؟ عيون خالي، جيوب خالي. متى تصير الخطوبة؟ لما تاكل أكلة ثقيلة يوقف العظم في بلعومك ويطلع السر الإلهي، بعدين نفكر في الموضوع. جميلة جميلة، لازم تفهمي ان نجوى السيف وسيف النجوى وسيف ولد اختي. وحرام حرام فلوسها تروح عند ناس ما يعرفوا يرحمون لما ياخذوها. بالمثل يقول جحا اولى بلحم ثوره. هو الثور هو الثور ونعم بالثيران. وقال لها بكل قوه وشجاعه: احبك، نعم احبك. انا جمعة يا نجوى احبك، نعم واقول لك اياها بكل قوه وشجاعه اني احبك. اي خلاص بكره الصبح لازم اقول لها. انا كنت حافظ تراني حافظ، لكن سلمان وموزه هم اللي خربوا علي. خلاص بكره لا لم ولن، لازم اقول لها باكر، اقول لها اني احبك يا نجوى احبك بكل قوة وشجاعة. والحين عاد يلا جاء وقت النوم، خلينا ننام ونرتاح، بكرة الصباح عاد يفرجها الله، الله كريم. تعال أبوي تعال تعال يا كمبل يا برنوس تعال. آه آه آه. ايش رايك بهذا النكته يا خالي؟ حلو 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 حلو. هات غير هات غير. اسمع غير، خلنا نشفط شاي. اسفط يا اخ. واحد باغي يجلس راح قام. لا
ما هذا الخرطيط بيبات هنا ولا ايش السالفة؟ كل شوية شاي قهوة شاي قهوة بينبط. اوف مثقل دمه. انا ما اعرف ابوش متمسك بهذا الفيل ليش. الفلوس يا امي. هذا اللي مصبرني. حتى انت يا امي؟ صراحة يا بنتي ساعات يجيني غم عليه، لكن لما اتذكر فلوسه اسكت. لا هذه عيشة تقصر العمر. شوف يا خالي شوف، جالسين يتساسروا ويتكلموا علي، اكيد جالسين يتكلموا على فلوسي. ها اتمنى هذا يا حرمة خالي انك تتكلمي على فلوسي. تكلمي تكلمي. ليش يا حسرة؟ علشان فلوسي تزيد. على العموم هذه كلها حال نجوى. الله يخليك ويكمل لك بعقلك يا سيف. مثل ما تعرف ترى مهر نجوى ما هو قليل، وطلباته نار نار كثير بشكل كبيرة. نار كل طلباتها مجابة، حتى لو تبغوني أصارع وحوش الغابة. والنعم. حلوة لا عمي. لا حلوة. وحوش الغابة. شفت كيف حلوة. انتوا ليش ما تضحكوا؟ ضحكوا. نضحك على إيش؟ على القثة اللي تتهزز كأنها موج البحر؟ أنا ما أعرف يا حرمة خالي، أنت بالذات تصديني ليش؟ ما أعرف. يا أخي حس بدمك الثقيل. يكون في علمك أنا كلي إحساس. خالي لمسني. شوف. أيوة أنا كل إحساس. ها كل إحساس. خالي لمسني تحسست، والحس وصل لدمي فتحسست. ها نجوى ليش ما تضحكي؟ متى الخطوبة؟ إن شاء الله في اليوم اللي ولا أقول لك أسكت أحسن. أقول قولي الساعة كم الحين؟ الساعة أي 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 يا أخي يولي احترقت ريولي خالي ريولي احترقت يا أنا آسف أخوي حمد. اشكرك اخوي تعبتك معي شوي اليوم. ما عليه جمعه. نعم قلت لك غيرها السياره. ما شي فايده يا جمعه، ما منها فايده، غيرها. ما عندي استدعي يا اخوي اغيرها. هذه رمز. رمز؟ نعم رمز صمود الانسان امام جبروت الزمن يا اخي. انت فهمت شيء؟ لا ولا انا بصراحه. ها اجيب لك قطن ولا كلونيا ولا اكلينكس بشويك ولا شيء؟ لا احسنت، عندي فوطه في الجراج. احسنت صراحه يا حمد يا اخوي، انت اصيل وطيب ولد حلال بصراحه. أبوي قلنا لكم هذا الكلام، قلنا لكم هذا الكلام. بصراحة إذا كلمك في موضوع مهم. بعدين أخوي بعدين. يا جماعة أنت بس بعدين. أنا الحين صالي دافر سيارتك 3-4 مرات، يعني كلها كمين دفرة وأصبح خلاص ما نافع للزواج. بس معني أنت شوية. بيجي يوم يا أخوي وبسمعك. بيجي يوم، ما يهمك أنت. بعد كم دفرة إن شاء الله. أنت حين روح 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 روح، لما برجع بعدين نتفاهم. يلا روح روح. يلا. زين بتلقى حد يدفر لك إياها وأنت راجع. بلقى واحد طيب وشهم وأهبل كي مثلك وبيدفر إن شاء الله. يلا مع السلامة أخوي. زين تلقى زين. الله العظيم ما أدري بس مطيف ظالي وبتكلم معه. يا عالم أريد أتزوج أريد أتزوج. صباح الخير يا آل سلك. صباح النور يا جماعة. وقدر أكون لها على كل اللي في قلبي. أنا سنجوى. نعم. صباح الخير. أنا رديت عليك وقلت لك صباح النور. أشوفك وحدك، الموظفين بعدهم ما وصلوا. أنا اللي متضايقة وجاية قبل. أكيد تفكرين في نفس اللي أنا أفكر فيه يعني. نعم. قصدي أقول أكيد البارحة أنت ما نمتي زين يعني. صح كلامك. وأنا والله بعد طول الليل ما نمت. نعم طول الليل وانتي معاي في الكتاب. كتاب؟ أقصد يعني طول الليل وأنا أقرأ في الكتاب يعني. إيش هو هذا الكتاب؟ ليش تشوف علي كذا؟ لا لا أنا في الحقيقة يعني أريد يعني أقول يعني أنا. أنت إيش؟ أنا سنجوى. أنتي
سمعتي عن قيس وليلى؟ طبعا كانوا يحبوا بعضهم بعض بس ما تزوجوا. طيب ايش رايك يعني، ايش رايك يعني نزوجهم وكفايه ظلم بس مع الظلم بس؟ انت ايش تقول؟ هذول ماتوا؟ اي بس حبهم ما مات، ما مات. بس مين بيتزوج من؟ هني مربط الفرسات، مين بيتزوج مين؟ ايش رايك لو اكون انا قيس وانت؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. وايش اللي جابك الحين؟ تعال 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 تعال، انت ليش مشيت امس بسرعه من الشغل؟ ها ليش مشيت بسرعه من الشغل؟ كان المفروض تنتظر علشان تاخذ معاك الشغل. خذ خذ هذا الملف، راجعه كله وتجيبه معاك باكر من اول الصبح، انت فاهم؟ وانت ليش ما تخلص شغلك يا استاذ حسن؟ ارجوك يا اخت نجوى لا تتدخلي في مسؤولياتي، بعدين الاخ جمعه ما استكالك. اما صحيح عقده، انت المفروض تجلسوا في البيت ونحن اللي نشتغل، ما كفايه طول النهار مشاكل في البيت، لازم نقف الشغل ونحصل مشاكل نسائيه بعد؟ كلامك كان هذا زمان يا استاذ حسان، اليوم المراه والرجل سيان، تشتغل مثل ما يشتغل هو وتتعلم مثله يمكن احسن بعد. هذا اللي ناخذه منك، فصاحه وطوله لسان، شغل ماشي. ومن قال لك انك تشتغل؟ باين شغلك والملف يشهد. يا جماعة يا جماعة، بدون عصبية وسوء تفاهم، أنا تحت أمركم، نعم تحت أمركم، أنا خدام الأخوة، أنا خدام الزملاء كلهم. إلى متى بتصير خدام؟ أصحى يا جمعة. اسمع يا أنسة نقوة، أنت خليك في حالك، ها لا تقوم تقوي الرجال علينا، بعدين أشوفك صار مثالية هذه الأيام. تعالوا تعالوا، وين سهام وسعيد؟ سهام زوجها عند مباراة الليلة. عز الله حانت نهايته هذا الرجال. والاستاذ سعيد، سلام عليكم. عليكم السلام. وصلت. جمعه حبيبي صديقي عزيزي، اريدك في موضوع مهم جدا جدا. رساله غراميه ثانيه؟ يا انسه نقوى ارجوك خليك في حالك. يا اخي انا ما قصدت انك انت، وبعدين هذا المكتب ساير سوق حشية، شيء يسد النفس. اطمئن يا اخ سعيد، خطاب انا في حياتي بنفسي ما كتبت مثله. أحسن كل واحد يشوف شغله. شغل إيش يا أنسة، شغل إيش؟ جمعة راح يسوي الشغل كله. يا جماعة علشان المدير العام يمكن اليوم ما يجي، خلاص يعني إذا غاب القط العب يا فار بس. يقول إن المدير العام هنا من الصباح وقافل على نفسه الباب وما له حد يدخل عليه. المدير العام موجود هنا؟ أيوة. أستاذ سلمان موجود؟ أكيد موزع شافت اللي أنا ما شفته. عاد بروح أوصل الأمانة اللي عندي. كل واحد يشوف شغله. انت مالك انت؟ كيف يعني؟ انا المسؤول ولا انت؟ انا الامر، انا يا انسه، وانت خليك في حالك. ناس ما تجي الا بالعين الحمراء. صباح الخير يا استاذ سلمان. مبروك مبروك. منك المال ومنها العيال ان شاء الله. على فكره استاذه موزه مسحت لها البيت وعطتني هاي الاغراض حالك. طيب قطن وشاش وايدين. اي نعم. تفضل. خدمة ثانية. من؟ الشبح الأزرق في شركتنا؟ أنا فكرت أستاذ سلمان أول شيء. على العموم أنا رايح المكتب. يما تعال تعال. وتعرف اسمي بعد؟ أستاذ سلمان؟ هذا أنت؟ هي نعم، أنا الأستاذ سلمان المتحدث. المدير العام شخصيا؟ الله لا يعطيك عافية، الله لا يعطيك عافية، مثل ما تشخلتك في ذاك اليوم الأسود. معقولة؟ معقول العروس عندها القوة لهالدرجة تسوي فيك كذا من اللي بشوفه أنا؟ العروسة 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 مسكينة، خلاص خلاص، فين عايش؟ فين عايش؟
صراحة أنا ما فاهم شيء بعدني. هل يكون أنا غلطت في شيء؟ أنت الغلط بعينه. ها؟ من قال لك تشتري هذا الأغراض؟ موزة حرمكم القديم. أقول جمعة. نعم. تعرف المصور اللي في الشارع العام، يعني اللي على الشارع العام تعرفه؟ هذاك اللي يطلع صور فوتوغرافية فورية تعرفه؟ عارفه، لكن ليش؟ ما تسألني ليش؟ روح قول له خليه يجي المكتب، قول له خليه ياخذ لي صورة فوتوغرافية علشان توديها لموزة. وهذه الأشياء أنا ما أحتاج لها خلاص، اللي فيني مكفيني بقى. أبو ليش؟ بعدك تسأله، بعدك تبغى تعرف، علشان موزة تعرف وتتأكد إن هذه الأشياء أنا ما أحتاج لها، اللي فيني مكفيني وزيادة. الله. ودي أعرف هذا الإنسان اللي ما عنده ذرة دم ولا إحساس ليش سوى في كل هذا؟ ليش؟ أبا أنت ما تعرف؟ أنت لا. أنا؟ من كذا استاذ مود عطني فلوس وقالت لي اشتري هالأغراض وعكها زين، ولو إني ما فاهم شيء بعدني. لا ترى هاي كلها من الفرحة يعني استاذ؟ ودي يا جماعة، ودي أقطع لك راسك وأربطك في بمفر السيارة وأسحبك مثل ما يسحبوا السنانير. ودي ومناي. نعم سلمانو، هيا مكانك. جمعة، إيش السالفة يا ناس؟ إيش السالفة؟ أشوفك نوب أنت تتقتل. عبد الله. على مك على دك والله آسف على المجتمع. سير هم موظفين كلهم من المكتب. يلا نار في قلبي، حريق جسمي، شاب حريق حريق حريق. اتصلوا بالمطافي عيب. ما يفوز، سكت انت، بص ولا كلمة. بعد فيك روح تتكلم، بعد فيك روح تتكلم، فيك نفس تعطي أوامر. السلام عليكم مدام بوزة. السلام عليكم. سمعوني؟ نعم تفضلي. بصفتي مديرة للشركة وصاحبة الشركة والمصنع، بيكون مصير كل واحد فيكم نفس مصير المدير اللي تشوفوه قدامكم. هو وين المدير؟ أنا ما شايف مدير، وين المدير؟ يا ساتر، الإنسان الآلي عندنا في الشركة؟ ما هو أستاذ موزة الحين بتدخل الكمبيوتر في الشركة ترى. كمبيوتر؟ والمدير العام؟ كان المدير عام، فعل ماضي انتهى. أقول حسان. نعم. أبغاك تكتب مذكرة بتعيين الأستاذ جمعة مديرا عاما بالشركة والمصنع. أنا؟ ما مصدق. أنا زوجي في مكان بس في مكان. زوجي ويديك سهمك. يجلس يجلس. قشنة. واكتب مذكرة ثانية بتعيين سلمانو في الأرشيف تحت. مدير عام جمعة صار مدير عام الشركة. نعم نعم، مدير عام الشركة، والكل يا فاطمة يركض له ويبارك له. أصلا أنا أعرف ولد أخوي ريال نبيه وذكي ويستاهل. جمعة، لا أنا ما مصدقة وحدي. أنا ما قلت لش يا أمي إنه بيجي يوم بيصير جمعة شيء كبير، بيصير صاحب شركة. نعم. جمعة نعم. اصلا انت يا مريم ما كان منك انك تعاملي جمعه بهذيك المعامله الشينه. جمعه ما يستاهل. انا ايه؟ انا طول عمري اعزك جمعه مثل عيوني. نعم، ودايما اقول لنفسي يا ريت لو جمعه يكون من نصيب بنتي. هذا جمعه غالي، ولد الغالي. نعم فاطمه،
اليوم لازم يا بنتي نذبح له كبش ونسوي له ذبيحة عودة عودة. نعم يا سلام يا سلام، أنا اليوم حاسة عيد. نعم مريان مدير عام مرة واحدة؟ لا، هذا جمعة يستاهل أن الواحد يشل على رأسه. نعم على رأسه. هذه كيد جمعة. روحي روحي فتحيلها بسرعة. وصل ولد أخوي وصل. تفضل جمعة. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك؟ تفضل. هينك يا الغالي، يا ولد الغالي، يا ولد الغالي، هينك. أنا؟ إيه نعم. أنت؟ مبروك مبروك وألف مبروك، والله رفعت الرأس ورفعت رأس هلك. نعم إنك ذيب ونشمي، الله يعطيك الصحة والسلامة. رفعتها وين يا عمي؟ كل واحد رأسه على رقبته. الله يعطيك. أنت عاد سؤال مدير عام. تستاهل والله تستاهل. بزوجك أحلى عروسة وبعطيك أحلى البنات. وانت ليه جالسه تطالعين؟ ليش ليش جالسه طالعه؟ في ناس ضاربه مسامير ما تتحرك، وفي ناس ما شاء الله تتحرك قدام. الله يبارك ان شاء الله. مبروك يا استاذ جمعه، مبروك. في حد جمعه غير هني؟ لا انا يعني. ايه انت؟ لا 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 لا, لا. يا إن حرمت عمي ما حرمت عمي، يا انا ما انا. يا جمعه يا جمعه، امي فرحانه بك كثير. على ايش فرحانه؟ رابط الساعه مره على الغداء جاي تجرع. لا تخلي قلبك اسود كذاك يا الغاليه، يا ولد الغاليه. انا بس كنت اتمازح معاك علشان تجتهد وتوصل مدير عام. ليش انت كنتي عارفه يعني؟ فاطمه يا بنتي، الحلوه الحلوه بنت عمك طباخه ممتازه درجة أولى. نعم، واليوم قالت هي وحدها تطبخ بيدينها. عشان إيش؟ علشان غلاوتك يا الغالي. هلي أنا هذا؟ المفروض اليوم نذبح كبش ولا ثور يا صالح؟ صح صح صح، كبش وثور. هذا كله لي أنا يعني؟ نعم. فاطمة صممت وأنا ما قلت لي. نعم ما وحليلها وحليلها. استحيت. مريم ما وقت الكلام هذا الحين، خلي المدير العام يرتاح يستريح يتبشبش. ارتاح ارتاح. احنا بعد لازم نستريح ونطمئن عليه وعلى فاطمة بنتي، ما كذاك؟ لا انا عن نفسي اطمنه، صحتي زينة والحمد لله. الحمد لله يا عريس، قصدي يا مدير عام. تفضل استريح استريح. أنا جالسة أقوم. كيف صارت؟ من كمين ساعة وأنت كنت كحيان؟ مريم. لا أنا قصدي يعني أنت طالع من عندنا الصبح وأنت على حالك، كيف يعني استويت مدير عام؟ ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ونعم بالله ما قلنا، لكن ربنا جعل لكل شيء سبب. القطن والشاش والايدين هو السبب. ايش؟ يعني ايش اقول بعد؟ مثل القصص الخياليه، مثل الافلام. انا وحدي شخصيا ما مصدق كيف هذا صار. يريد يتزوج، اتعور، صرت انا مدير عام. ايش اللي عوره وايش السبب؟ من السبب وكيف صرت مدير عام؟ الله اعلم. كفاتك. نعم، وهذا الشيء ما بغريب عنك. انت طول عمرك يا ولد اخوي مشهود لك بالكفاءه والاخلاص. يا ريتك تكون مثل كذا وتصير مدير عام. لا بس نبغى مدير بس. كل واحد ولا نصيبه، وهذا حال الدنيا يا مريم. فاطمة فاطمة يا بنتي، يلا جيبي الأكل. اليوم أنا بيديني أكلك هذه النعام. لحظة بس انتظر شوية. سبحان الله، إيش هذا اللي صاير يا ناس؟ أنا قلتها كلمة، يا إن حرمت عمي ما حرمت عمي، يا أنا ما أنا. والله يستر. سلامتك، ما تشفش. شوي شوي، بسم الله عليك. شوي شوي سلامتك. شوي شوي محروس سلمان، محروس. مو الضرب يعور. لا لا، بعدك باقي تتزوج علي.
انت لو خبرتني كنت انا اصير اخطب لك يا ولد الحلال. لا هذا اللي قاعد يصير وايد، ما معقول. ما معقول؟ كم ما معقول؟ كذا قليل من كثير، بعد ما شفتي شيء. معقوله؟ معقوله ترسلين اهلك عشان يضربوا ابوي بهذه الطريقه؟ حتى يعرف ابوش اني ما رخيصه ولا سهله. معقولة يا ناس؟ معقولة؟ معقولة أنا أشتغل في الأرشيف وهذاك اللي الله لا يعطي عافية يكون مدير عام الشركة؟ لا ما يصير هذا، لازم أبوي يرجع مثل ما كان. لا إلى هنا وأبوش يوقف عند حدوده. أنا لولا جمعة كان عاد زماني أبوي صرت القديمة. أصلاً هذه أقل مكافأة أقدمها لجمعة، حتى أنه كشف لي لاعب أبوش. عريس الغفلة حليلك. جمعة جمعة هذا لو أشوفه كنت قطع شطفة شطفة نعم. يا انت بتشم تلمتي على هذه الحالة؟ ذيك المرة وانتفخ وجهك وهذه المرة انكسرت يدينك، يعني لما جبت تكنس كذا؟ اي او ايش اي او؟ ايش اي او؟ الناس كلها مبسوطة وسعيدة وانت اللي دائما مغلوب مغلوب، حتى الجمعة اللي ما حد كان يصدق انه يصير شيء غلب المدير العام وصار مكانه. غلبه في المباراة؟ لا يا ولد ابوك، غلبه في الوظيفة. في الوظيفة صراحة انا بعد ما فاهم شيء. انت بتفهم؟ انت لو كنت فاهم شيء ما تقدر تنغلب وتغلب دائما. كل 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 بس من زحف كل. رامي كفت فلوسي بس شبعت ما اريد اكل. شبعت؟ شبعت من الاكل، لكن من الضرب ما شبعت. ان شاء الله المباراة الجاية بغلب. هو بعد في مباراة جاية؟ والله انك ما ماكل نعم. أنا بجن بجن يا ناس بجن. أنا يا نفهان أعطوني شوية أنا شوف. أها كيف تتحمل نبهان الشيمة؟ أها زينة. شوي من نبهانها بيغص. سلمان تهزيت بات تهزيت أنا يا موزة تجيبيني تشتغل هنا في هذه الغرفة أنا ما حد غيركم مع هذا الخسيس هذا هو السبب. ما عليك يا جماعة ما عليك ما عليك. أنا سلمان ود أبو سلمان اللي كنت مدير عام الشركة، أجي وأشتغل موظف بسيط في هذا الأرشيف. لا 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 ما قبوله. سامحوني يا بابا، هذه يسموها سرقة يا مهندس، وأنا ما أسمح بهذه السرقة أبدا، فاهم؟ وبعدين لعلمك أنا عندي أوراق توديك أنت والمقاول ومندوب المشتريات السجن. مع السلامة. أدخل. أهلا وسهلا، توك جاي يا أستاذ؟ تبقى بتصحلك الحين وشوية تبكي مثل صغير الصغار؟ خلاص شغلك.
ايش هذا؟ ايش هذا؟ انا بسالك انت وين تعلمت عربي انت؟ يا عبر تقول انت وين تعلمت عربي؟ تاكل لي دراكولا، انت الظاهر تحب تشوف افلام الرعب، الظاهر تحب تشوف افلام الرعب. اسمع يا سلمان يا موظف الارشيف. الحين بدكم تبكي لك الحين كل ساعة؟ انت مرتاح في الارشيف؟ اسمعني انا بقول لك شيء، انت لا تفتكر اني انا مبسوط بجلستي على هذا المكتب، لا ابدا، لكن على هذا المكتب مسؤولية كبيرة كبيرة، نعم، وانا قبلته علشان اصلح بلاويك والسرقات المتجمعة هذه. ما يقولون بيت المهم اللي يخرب قبل بيت الظالم. ها، وهذا هني الاهمال والظلم موجودين مع بعض، يعني الاثنين سوا. اسمعني، لا تفتكر اني انا اعمل هذا علشان موزة، لا حبيبي لا، انا اعمل هذا علشان الموظفين اللي ياكلوا عيش هنا مساكين، نعم احاول اصلح واحافظ على شيء علشان ما يضيعوا بس. انا اسكت انت، ما تتكلم، انا بعد ما خلص كلامي. تعال تعال تعال، ايش اللي يخليك تسرق زوجتك وبنتك؟ ها ايش اللي يخليك؟ ما حرام عليك وانت عايش معهم تحت سقف واحد؟ ايوه هز راسك على النعمه اللي انت فيها، والله لانك فاهم ولا حاس باللي اقوله. مهم، جيب الكلاصات، جيب الكلاصات، يلا. نعم؟ اي نعم الكلاصات، نسيت مساله الكلاصات هذه؟ احنا خلاص بنمنعها خلاص. ما حرام عليك بالله عليك، الناس تدفع فلوس عشان تشرب ماء نظيف ونقي، يعني ايش انتوا عندكم بصحة الناس لعبة يعني؟ على كيفكم. أنا أقول لك، أنا أوضح لك. لا توضحي، لا تقول لي، أنا اللي أقول أنت تسمع. أيوة أيوة، خلي عندك شوية إحساس، ابكي بس ابكي بصدق يا أخي، ابكي لبكرة بس ابكي بصدق. أنا عارف أنت ليش تبكي، تبكي من الحسرة على هذا المكتب، لكن أنا ما أتحرك منه، ما أقوم، مضروب بمسمار هني على عينك، وإن شاء الله ماسكت طول حياتك، فاهم يا سلمان؟ ادخل. صباح الخير يا حضرة مدير العاب. صباح الخير يا حضرة مدير العاب. صباح الزفت يا الفوت. بس بس لك مسخت عاد، ما دام ان دموعك كذا جاهزة يا حسان. نعم. صرفوا له بدل كلينكس اضافي. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامة، يلا قوم اطلع، يلا قوم اطلع، اطلع يا براح. وين الشغل؟ هش تفضل هش تفضل. ايش هذا؟ انتوا متى بتعرفوا شغلكم زين بدون اخطاء؟ متى يا جماعة؟ قصدي يا حضرة المدير العام، نحن الحين بنشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، وقلنا من لا يخطأ. أنا ما أريد أخطاء، فاهمين؟ ما أريد أخطاء. يا جماعة يا جماعة، اللي يشتغل زين ربنا بيكافح، والخير وعندكم، إيش ناقصكم؟ تعرفوا إيش ناقصكم؟ ناقصكم الإخلاص والتركيز. التركيز ولا إيش رايشة مدام سهام؟ كلامك صحيح؟ طبعا صحيح، طبعا صحيح، وبدون سرحان وقصص وحب غرامية يا أستاذ سعيد. صح 100%، نعم صح 100%، نعم. على العموم خذوا هذا الشغل وخلوه على مكتب جمعة، وهو بيصلحه وبيراجعه، وبكرة قدموا للمدير العام. جمعة؟ أي جمعة؟ الموظف زميلكم؟ قصدك اللي كان زميلنا؟ قصدك اللي كان اسلوبه حلو؟ ايش اللي كان يا جماعة؟ ايش اللي صار؟ لا باين؟ انا يا جماعة ما فاهم شيء. بعدين افهمك، بعدين افهمك. المهم خذ هذا الاوراق والملف هذه كلها، حطها على مكتب جمعة، يلا لمكاتبكم الحين، يلا يلا مع السلامة. اي جمعة؟ يا جماعة فهموني ايش السالفة؟ حاجة من اثنين، يا انا ما شايف شيء، يا بروح مسلسل مجانين. انا فاهمك بعدين، يلا روح انت الحين، روح انا فاهمك. حاضر حاضر استاذ، يلا سلامه. وانت استاذ سعيد بيجهز لك رساله معبره على كيفك جمعه. اللي هو من؟ اللي هو جمعه. وانت من؟ انا جمعه يا اخي.
وانا من انت بعد بتعرف انت من انا ما لحظه ارسل نجوى انت لحظه يا ارسل نجوى لا تروحي انت بعد تخلين شغلك يا انسه للجمعه انت عارف نجوى زين اتمنى بعد انت تعرفين اعرف ايش اللي انت ما عرفتنا يا نجوى ايش اللي انا ما عارفه انا عن نفسي عارف عارف ايش اللي ودي تعرفينه يا نجوى هذه فزوره لا انا يعني قصدي انا يعني اظن وقتك ثمين وما معقول تضيع وقتك اكثر من كذا هي سياده مدير العام مدير عام ايش الله يهديك وخرابيط ايش انا خدام موزه وسلمان بس لحد ما ترجع المياه الى مجاريها بعد ما اعرف يودوني عاد بيطيروني ما اعرف عاد ويمكن كل شيء يرجع لوضعه الطبيعي انا بس احاول بقدر المستطاع اني اصلح ما يمكن اصلاحه فقط الله يساعدك عارفه يا انسه نجوى الاحساس بالمسؤوليه هذا شيء عظيم ولو كل واحد حس بالمسؤوليه وحب عمله بصدق وايمان كان ما كانت هناك اي مشكله الغريبه انك انسان طيب وخدوم تخدم كل الناس الا نفسك اشكرك يا انسه نجوى انا بصراحه اريد اقول لك شيء يعني تحت امرك انا يعني انا في الواقع يعني انا الحقيقه انا ما اعرف يعني ما اعرف اذن عن اذنك انا ايش فيني ايش فيني الحب والشجاعه الحب موجود بس الشجاعه ليش تخوني ليش يا بنتي يا هدى اللي مثل ابوش ما تجيبه غير عيل الحاره اللي قاعد يصير هذا كثير يا امي ما المفروض المرة تعاقب زوجها لهالدرجة؟ اي المفروض انه هو يتزوج عليها وهي ترقص له بصراحة ابوي معاه حق هدى ايوه ابوي ما استاهل منك هالمعاملة واي رجال في الدنيا لو ما لقى الحنان والحب في بيته وبالذات عز زوجته اكيد بيدور عليها برا بيته انت كيف تسمحي لنفسك تتكلمي هذا الكلام؟ انا ما صغيرة وانا ما ارضى لابوي اللي هو فيه أبوش فرحانة بيه أصلاً أبوش ما يستاهل غير كذاك كذا أنت بتخسرينه يا أمي والمفروض إنك أنت تحافظي عليه يعني لو كان تزوج علي بالله عليش كان حافظ علي وعليش ولا كان هدم البيت أبوي ما تزوج ولا أنت نسيتي اللي سويتي فيه أخ بس لو بيدي كان خلصت علي بنفسي يا أمي لازم هالمزالة تنتهي ولازم ابوي يرجع الكل في الكل وانا بعرف كيف اتصرف مع هذا اللي اسمه جمعه لا جمعه بيبقى مكانه هو المدير العام وبس وابوش بيبقى في مكانه الارشيف وانت مره ثانيه يا هدى سمعيني ما تتدخلين في هذه الامور فاهمه تفضل يا استاذ خلص شغلك ان شاء الله تمام الشغل المدير يقول خلوا القديم احتفظوه ما ادري ايش تريد يسوي به قاعد اسجل ملاحظاتك لا 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 ما ابغى شيء يتعطل ابغى شيء يتم بسرعه وباتقان يعني خلاص ابغى الشغل ماشي مثل الساعه يعني يلا يلا بابا يا محمد رسول الله ايش البلية هذه شوف يا صديق نعم خبر ربعك كلهم واللي في الشركة الموظفين ان خلاص الشهر نصرف لهم مكافأة 15 يوم الله يخليك هذا على الجهد اللي بذلوه واللي حققوه في الشركة الله يخليك ويكثر من امثالك يا استاذ جمعة احسنت
السلام عليكم. يا ابو العالم كيف الشغل معك؟ ايش هذا؟ وانت يا حسان كيف الشغل؟ الله كل ما فيك عازم اول اشوفك. اهلا بهمك كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما في أي عرقلة ولا شيء؟ لا أبداً. القهوة؟ واضح المجهود واضح. وهذا طبعاً المشروع الجديد اللي دخلنا حفل مدام وشكرا. نعم. وهذا طبعاً المشروع الجديد اللي دخلنا زيادة شيء ولا شيء؟ يعني كمية زيادة عشان المشروع يمشي بس عشان ما نعطل عمارنا يعني. جيب هلا عشان مرة واحدة وأنا إن شاء الله أخلص المعارات جيبهم ندوب عندهم. إن شاء الله. يلا موفقين إن شاء الله. يلا حيا. يلا. أنا أفكر. ما متعود لا أفكر ولا شيء متعود مش أشتغل مدير عام عارف. أنا أمشي ما أمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. انتوا بعدكم هنا؟ الشغل كثير يا استاذ، ايش نسوي؟ هذا هو جمعة الحقيقي. الله يقويك يا ولدي. سيادة المدير العام. تفضل يا سيد. تفضل اخوي. شكرا 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 يا احسن مدير عام في العالم كله انت، والله احسن مدير عام العام. الله يخليك. على العموم انتم فوق تروحوا من بيتكم، خلاص انتم اشتغلتوا كثير اليوم وخلوا بقيه العمل انا باخذه مع البيت وبكمله. انت اي نعم انا غريبه يعني. انت نسيتوا انا من انا جمعه وما انسى ابدا اني انا جمعه يا جماعه. ايوه بس يعني لا تبسبس لا تبسبس يا حسان. تفضلوا الله معاكم. والمثل يقول ايد على ايد تساعد، ولا ايش رايك نجوى؟ يا سلام يا جمعة يا سلام. أنا بصراحة يا جمعة شايفة أن حركة الإنتاج هذا الأسبوع ماشية بشكل عظيم. أي نعم أي طبعا، وهذا كله يرجع بفضلك. نعم فضل الله فضلك. وينك أنت يا رجال؟ وينك من زمان؟ أنت بصراحة يا جمعة كنت المفروض تكون مدير عام الشركة من سنة سكتو. نعم من زمان. مع عريس الغفلة. نعم اسمع عاد يا جمعة، المفروض ان الحين تتصرف مثل ما يعجبك. نعم كل الصلاحيات في ايدك. كيف؟ لا 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 لا، انت مدير عام الشركة وتصرف بنفسك. لا لا لا، انا رجالي فقط للضرورة. هذا اللي ابغى منك. انسني يا جمعة. يلا شكرا، مع السلامة. مع السلامة يا احسن مدير عام. كذاك الشغل ولا بلاش؟ موزة موزة. نعم. بس هذا اللي انت فالح فيه تفداي وبس، خلي الباكين يفعك. اخ يا جمعة صبرك علي يا جمعة، ان ما سويت فيك مقلب وخليت موزة هذه اللي شالتنك فوق الرأس تخليك تحت في الأرض، ولا ما أكون أنا سلمان ود أبو سلمان. Yeah.
مشاكل كثيرة. لما نتقابل أنا بقابل شوف حكايات ومشاكل معلوم مع جمعة في هاد الريق. هاي الله يجازيك شمع لا يهدى ولا يستريح. ناخذ مع جمعة في هاد معاي 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 لا يهدى ولا يسلم ان شاء الله.